مرحلة في الدرس الثاني، للفصل الرابع الفونولوجي، لعلم اللغة المرحلة الثالثة. الدرس الثاني هو الفونيمز، نعرف شنو هو الفونيمز. Each one of these meaning distinguishing sounds in language is described as phoneme. كل صوت من هاي الأصوات مات اللغة يعني مميز عن الآخر يطلق عليه اسم فونيم. كل صوت من الأصوات اللغة الإنجليزية مثلا، احنا نجي بالنسبة للغة الإنجليزية، كل صوت من هاي الأصوات هذين الموجودات عندنا يعني باللغة، أصوات اللغة، يطلق عليه اسم الفونيم. When we learn to use alphabet writing, we are actually using the concepts. عندما نتعلم استخدام هاي الألفابت، هاي الرموز الصوتية مالتهن المكتوبة، نحن في الواقع يعني نستخدم المفهوم of the phoneme as the single stable sound type that is represented by a single writing symbol. يعني احنا نستخدم هاي الألفابت، هاي الرموز، للإشارة إلى أصوات، الأصوات هاي ننطقها. فهاي الرموز هي يعني ترتبط، يعني شلون تمثل هاي الأصوات المنطوقة. يعني تعبر عنها بهاي شلون بهاي الرموز. It is in this sense that the phoneme T is described as a sound type of which all different spoken version of T are taken. بهذا المعنى يعني نقصد به ان الفونيم ت مصنف او يعني موصف مصنف انه هذا الساوند تايب من نوع، هذا الصوت من نوع انه all يعني كل النسخ او يعني كل اشكال النطق المنطوقه مالت التي ار تايكن، ماخوذه من هذا التي. يعني اي تلفظ للتي، يعني اي واحد يتعلم مثلا لغه انجليزيه يتلفظ التي، او اي متحدث لغه انجليزيه اصلي سواء بريطانيا، امريكا، ايرلندا، غيرها، اي تلفظ للتي حتى لو كان غريب او هاي يرجع لهذا التي الاصلي، هذا الفونيم الاصلي التي، هو اي نطق اليه فهو يرجع تحت هذا الفونيم. شلون انه هذا الاصل فونيم التي الصوت، والموجود بالخارج، هاي عملية النطق الموجود بالخارج ان ننطقها احنا، هاي تمثيل الي. Note that slash marks are conventionally used to indicate phoneme. شوف هذا الشيء، هاي السلاش، هاي ال يعني هاي السلاشات الموجودة إن مستخدمة للإشارة إلى الفونيم. An abstract segment as opposed to the square bracket as in T used to for phonemic or physically produced segment. يعني هاي بين شلون سهمين هاي الخطين، هذا هو الفونيم الموجود بالعقل. أما هذا بين يعني شلون القوسين، هذا القوسين square bracket، هذا الترميز الصوتي اللي يعني المنطوق، تمام؟ فاكو اختلاف ما بين هاي التمثيل مالت هذا بين خطين، هذا بين براكت، هذا يرمز للفونيم الموجود بالعقل، هذا يرمز للصوت المنطوق اللي احنا بننطق يعني الكلمات نستخدم هذا الصوت مثلا. As essentially property of phoneme is that it functions contrastively. الخاصية الأساسية للفونيم أنه يعني أنه وظيفته تكون مختلفة، كل فونيم يختلف عن الفونيم الآخر من ناحية الوظيفة، أو كل واحد مختلف عن الآخر تماما. يعني هاي الصفة الأساسية، ما تعلمون نميز هذا عن هذا،
ما يصير يعني نقول هذا مثلا كل صوت هو بمعزل عن الآخر، مختلف عن الآخر، هاي الموجودات بالعقل هذن يسمون فونيم. We know that there are two phonemes, fa and ve in English because they are the only basis of the contrast in meaning between the word fat and that or fine and vine. هاي احنا يقول احنا نعرف انه اكو اثنين فونيم باللغة الانجليزية الف والف. يعني لانه لان يعني الاختلاف الاساسي الموجود بين هاي الكلمتين الفات والفات او الفاين والفاين هو الاختلاف ما بين هاي الاصوات، لان بقية الحروف نفسها او خلينا نقول حتى الاصوات. بما انه ذن الف والف غير المعني، يعني من خلينا في يختلف المعنى من خلينا في يختلف المعنى، هذا دليل على انه شنو هذا فونيم وهذا فونيم، لان من خصائص الفونيم انه يعني وظيفته يعني تختلف بصورة أساسية عن الآخر، يعني مميز انه هذا مميز عن الصوت. بما انه هذا مميز لأنه غير المعنى من نضيفه عن الآخر، فبالتالي هو فونيم هذا فونيم. طبعا الشرح انا اتمنى يكون يعني مفهوم، لان هي مو سهل هذا يعني واحد يعبر عن هاي الكلمات اصلا، حتى المدرسين لعلهم ما يحكون بالعربي من يشرحونها. اما الفكره بالانجليزي قد تكون اوضح. يعني we know that there are، المهم هذا قلنا this contrastive property، يعني او معاكسه خلينا نقول، مو بس مختلفه، انه الصفه الاساسيه انه هذا معاكسه للاخر، يعني شيء معاكس. يعني anyhow this contrastive property is the basic operational test for determining the phonemes that exist in language. هاي الخاصيه هي ال يعني الاختبار التشغيلي خلينا نقول او العملي يميزنا الفونيم الموجودات في اللغة. يعني إذا نفس مثلا هاي شلون نفس هاي الحروف أو نفس الأصوات بالكلمة، من نشيل الصوت ونخلي صوت بمكانه راح تتغير الكلمة، فبالتالي هذا الشيء يعني أحد العوامل اللي يخلينا نعرف إنه يعني هاي الفونيم تختلف عن الفونيم الآخر، وذني الموجودات فونيمات باللغة، وهذا كأنه ما يمكن يعني يكون كأنه اختبار. يعني if we substitute one sound for another in word and there is a change of meaning then the two sounds represent different phonemes. هو هم ناجح حكاها، يعني هم نقلني تقريبا. يعني يقول هو اذا بدلنا اي صوت من الاصوات بمكان صوت اخر والنتيجة اختلاف بالمعنى تغيير بالمعنى، اذا هذا الذني الصوتين اثنيناتهم مثلين، يعني فونيمات مختلفة. يعني إذا غيرنا صوت كلمة، غيرنا صوت ونتج تغيير بالمعنى فهذا فونيم، والصوت الثاني ضفناه وتغير معنى فونيم آخر. When we reviewed the set of important types of sounds in English in chapter 3, we arrived at the list of basic phonemes of English in the consonant, vowel and diphthong chart present there. يقول عندما احنا يعني عرضنا المجموعة المهمة للأصوات في اللغة الإنجليزية بشابتر 3، وصلنا إلى القائمة الأساسية للفونيم باللغة الإنجليزية ما يتعلق بالكونسوننت، الفاول، الدفثونج، دفثونج شارت، حتى يعني هذا الشارت الدفثونج الشارت أكون يعني مخطط مال ديفثونج ممثل بالفصل الثالث. أتمنى يكون الشرح واضح. شكرا للاستماع.